بحييكم على شاشة تلفزيون لبنان ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكولة. أنا أهلا وسهلا فيك ستي كلوريا. كيفك؟ اشتقنا لي. أهلا كمان. أنا وكلوريا، كلوريا عم تتخصص فندقية إدارة الفنادق. أنا وكلوريا اليوم رح نساوي امبارح إجا اتصال شاكرية. الشاكرية هي أكلة سورية بتتساوى بالدجاج وبتتساوى باللحم. اليوم نحن رح نساوي الشاكرية بالدجاج على الطريقة السورية، هي أساساً سورية. وتحياتنا لكل الشعب اللبناني والسوري. كمان عنا اليوم كلاج رمضان، نعرف بهالشهر الفضيل، بشهر رمضان ما فينا يقطع بهالشهر إلا ما ناكل الكلاج. والكلاج رمضان رح نسويه اليوم كمان أنا وكلوريا. أول شيء شو بدنا نعمل؟ بنغسل ونقع الرز اللي معروف. كلوريا، أنا بجيب طنجرة جيبي معك شوية مي لهون ملي معروف يلا خليه منقوعين بنحط مي نزل الدجاجات عملي معروف هون ما بيأثر هلا بس اشتغلي بايدك بهوري بتلبسي الفوف هلا ما بيأثر كمان رح نسلق البصل البصل ينسلق صغير ومنحطه على النار كمان نبلش نشيل اشياء اشياء من قدامنا بدنا نحط القطر ونحط اللبن فرد مره يلا القطر حطي السكر اعملي معروف نحط ملح برافو عم نسوي قطر للكلاج نزلوا مثل ما بينزلوا يا كمان السكر جيبي حطي له نص كباية مي من المعروف نص كباية أنا باللي قدها نازلة 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 بعد 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 خلص 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 أول زيادوا شوية لا بيتبخروا الميات كمان هون بدنا نشتغل شوفوا شو بدنا نسوي حطي النشا هون اللي معروف لا مش كنش اثنين مش اثنين بكفي واحد عندنا غير شيء بدنا نستعمله ناخذ اتصال الو الو نكسر بيضة الشاكرية بدها بيض في ناس بتحط بيضة في ناس بتحط اثنين بس إذا ضفتوا اثنين بدنا نخفف النشا انتبهوا مش اثنين ونضل على نفس المعيار شوفوا شو بسوي على البيضة بس بحط جوزة الطيب أو برش حامض منشان ما تسلخ معي الشاكرية مش يجي الرجال تعبان كل النهار ويجي لياكل وتطلع ريحة الزنخة البيض حرام بده ياكل بده يفطر صايم كل النهار اليوم بخفاء البيضة مع بعضها في ناس بحطوا الزلال لواحد والصفار بحطوه بالبراد بعد ثلاثة ايام بكبوه للصفار حرام انا بحطه معه بنتغزى واحد من اصل 10,000 بيستعملوا للصفار على مسؤوليتي هالكلام والباقي بكبوه منشان هيك نستعمله جيب شريط من هون حطينا البيضة المخفوقة مع برج جوزة الطيب ضروري يلا فيهم مع بعضهم
وبناخذ اتصال. الو الو شيف، بونجور. بونجورين، كيفك شيف؟ كتر خير الله. معك شرب من امبارح، كانت حلقتك كثير حلوه مع ابو شفي، دقينا 15 مره وما كان يعلق الخطر. في ناس كثير بتعرف له، في ضغط على الخطوط. ميرسي لك. ايه كانت حلوه امبارح الحلقه مع ابو شفي. اسالك عن القطايف بقصه كيف بيعملوها العجينه. شو هي حبيبي؟ كنا نعملها بس ما كانت تطلع طريقه كثير. شو هي حبيبي؟ ما انتبهت. القطايف بقشطة. ايه كنا نعملها بس تطلع ناشف بالعجين، ما تطلع طريقة. تكرم عيونك بخاطرك. مرسي شيف. تكرم تكرم. دوا عندك هون كمان بناخذ اتصال. الو الو الو، بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجوريني، اهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ كتر خير الله. ان شاء الله ما عذبتك امبارح الارزة. تحياتنا لإلك. ها؟ تحياتنا لإلك. أنا حضرتك على وحضرتك على الـ LBC. مظبوط. بس بدي أسألك، وين عندك المزرعة؟ بأي منطقة؟ بإرنايل، بحد حمان. إرنايل. نعم؟ إرنايل، إرنايل. قرنايل. حد حمانة. حمانة. في لغة بحمدون هالمنطقة صايبة شبانية هونيك. جيبي شوية ماء يعملي معروف. شوية صغيرة. عرفتي وين؟ حط حمانة شوية صغيرة، فنجان قهوة. عم بتضيعني هيك، عم بتضيعني. قلي وحدة وحدة. وحدة حمانة. بتعرفي حمانة؟ ايه بعرف حمانة. ايه قرنايل حدا. ايه انا بقرنايل، براس قرنايل المرج. مين ما بتسألي عني الشيف أنطوان بيعرفوني. أوكي. يا أهلا وسهلا. هدي الشريط معي. يا حركيها وقبل عطول هيك مننزل. لين عم نرجع منضيف ميات علينا ومننزله. ممنوع نكب ولا شي لبن بقى اليوم. كله مكلف. يا من تحت شوي كمان. يا برافو، حطيهن هون. هلا بعد شوي بنحطهم على النار. هلا ما بدي احطهم بس انا عم وسع لفينا نشتغل بالكلاش. الكلاش بياخد دواء، بياخد محل وشغل. هلا بنساوي القشطه، بنشيل القشطه من الدرب وبنرجع. بنحط مي 600 جرام يعني 3 كبايات. بناخذ اتصال. الو الو، مرحبا شيف. مرحبتين يا اهلا وسهلا. شيف بدي اسالك عن القربان مثل تبع الخنشاره. نعم. في مجال طريقه مال معروف. تكرم عيونك. كلك ذا. تكرم. جيب شريط. بعرف شريط هون وشقفيل الطست فوقها. طريق شقفيهم. ايه شقفي. القشطة قشطة بيتية عم نساوي، عم نوفر عليكم وطيبة. اتخمنوا انه دسم اطيب، بس الدسم بصير عندنا نصاحة زيادة. لشو؟ منشيل رغوة البصل شوي هون. وهلا منشيل بنفس الوعي رغوة الدجاج. مش الحال. يلا حطي السكر. وبناخذ اتصال جديد. الو الو الو، بونجور. بونجور، معك الشاعر جورج عبود. بدي اكرم الشيف انطوان بكلمة شعر حلوة تليق فيه. تسلم شاعرنا الكبير عبود، تسلم. بقول له الشيف انطوان، الشيف انطوان ودياته. تسلم. الشيف انطوان ودياته، الناس بتحلف بحياته.
تسلم. الشيف أنطوان ودياته الناس بتحلو بحياته جاء من الأول. الشيف أنطوان ودياته الناس بتحلو بحياته. بيتمنوا كل النسوان عوصفاته وأكلاته. تسلم تسلم مرسي يلا. حبيب قلبي. شكرا مرسي لك أنا جورج عبود. الشعر يلا فيهم. نخفق حليب البودرة مع الماي مع شوية السكر ملعقتين مع خبز الفرنجي اثنين والنشا نزليهم يلا تين حركيهم ناخذ اتصال جديد. الو الو كان عن نار عملي معروف. الو 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 بونجور بونجورين كيفك شيف انطوان؟ منيح كتر خير الله كتر خير الله. شيف انطوان بدي منك طريقه المعمول مد. شو بدك تحشيها؟ تمر. تمر اطيب شيء. وبدي عزبك انا عندي قلب جاتو ياسو واحدة وثلاثين سنتي بس بدي العيارات لإله. بسم الله مكبرتين العيلة كبيرة هيئتها. ايه يلا امور معروف. لوريا لوريا انا محضر قبل يلا عملي معروف شليون. هي القطر ولا يا هنبلش بعجينة القطايف يلي لازم تضل طرية مش ناشفة. بوكي قرني بزيدة. بوكي قرني حطيتي ملح؟ بالأول. أوكي ما بيأثر. برافو. انتبهوا حطيت من قشر البصل الصغير الكويزات هودي هني ما منكبهم هودي بيعطوا النكهة مثل كأنها البصلة انتوا عم تشيلوها. هلا القطر قرب يخلص نجيب وعي نحطه فيه. جيب اعطيني عصير حامض ملعقة صغيرة. تعي 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 انا معك لا لا هون نتعود شوي شوي نزلي بعد خلص يلا هاي ملعقة صغيرة بنطفي النار منحطها بوعي بس يغلي القطر منحط له دقيقتين شوية عصير حامض ومنشيله. هلا بدنا نسوي الأرز. خليها تنشاف القطر بنخليه يبرد. قطر بده يكون بارد منشان هيك سويناه قبل بوقت. رح نحطه على حدا. على طول انتبهوا شوي. إذا حطينا هون وكانت الملعقة هيك غلط. بيكون واحد قاطع بسرعة بيضرب فيها بتقلب على الأرض يمكن يجوي تيابه يمكن تنكسر الوعي. على طول هاي وقت بتكون شيلها بنعملها هيك. ما بتكون من مالة أي شخص يقطع. ما منقول ما في حدا ما حدا بيعرف أنت بيجي حدا. منحط هون القشطة حليب مكثف شوي زيادة عن الكمية نشا الذرة ملعقتين ونص
حليب 600 جرام حاطين 3 كبايات وقطعتين طوست طري يلا حط شوية زيت هون ملعقتين يلا بزيادة بزيادة مش هالحال بنحط الشعيرية يلا حط الشعيرية وقت اللي منكون مسدين كلهم سوا كلهم 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 برافو الديت يلا منحركهم ليشقر وبعدين منضيف الرز هاي القشطة بس نوصل لهون المرحلة منضيف عليها موارد قدر ملعقة كبيرة شوي وما زهر نطفي النار ومنحركها مع بعضها نجيب جاط ومنسكب القشطة فيه نخليها خليها خليها ما بيأثر لا تستعمليها بدي اعزبك هي والقشطة عنديك تسديلي هودي اللي انا بنزلها هدي يسعدك هدي لك اياها بالايدتين يسلم وديت هلا هاي القشطة فينا نعملها أطيب بعد كيف؟ هاي البصل خلصنا نطفي عنه يلا خلي كيف أطيب؟ حطيت هودي أنا على النار يلي شفتوه مني زيته بحط نص لتر حليب بطنجرة تاني على النار بس تغلي بس تغلي ضيف عليها 3 ملاعق من ملعقة الشوربة خل أو عصير حامض وبطفي النار بترجع دقيقتين منجيب مصفاية ناعمة مثل هالمصفاية بقشهم يلي طلعوا معي تخسروا اللاكتوز والكازيين من الحليب وبحطهم فوق هاي القشطة تعطيني دسم أكتر وبتصير تقريبا 80% مثل قشطة السوق يلا بعد ندف انتبهوا شوي هلا منعلي علي شوي خلي تشوفون الكاميرا بالملعقة علي شوي هاودي صاروا شقر اللون هيدا بدي اياه بس هلا بصيف ماي انا بتخف منشان هيك بدي حركهم شوي زيادة يلا حركيهم بعد ندف هاي فوت منشان ما تحترقي يلا ضيفي الأرز هاي الملعقة سهلة بحركي هلا شو بنضيف؟ الرز طيب بالزبدة بده بالزيت على الحل محل ملعقتين بحط 3 ساعتها واللي عم ينصحوا بالبيت بخلوهم على 2 إذا طلع أطيب الرز مع الشاكرية والشاكرية معروفة برز بشعيرية بنضيف للزبدة هلا بدك تقولوا ليش ما ضفناها قبل الشعيرية الزبدة ما بتتحمل الحرارة تحترق الزبدة ناخذ اتصال جديد الو الو مرحبا شيف انطوان مرحبتين يا اهلا وسهلا فيك شيف انطوان انا اولت امبارح سالتك عن العجينه بعجنها بدي اعمل بالبيت مثلا انا بعمل منقوشه بعمل لحمه يا عيوني يا عيوني مزبوط تطلع تطلع ناشفه منها طريه يا عيوني يا عيوني
إيه؟ سألتك شو بتستعملي كميات وما جاوبتينيش. بلا بلشي لي بلشي من الطحين. ايه قلت لك انا بحط مثلا كيلو طحين. نعم. ايه بلا انا كيلو طحين. نعم. ايه انا قلت لك بستعمل كيلو طحين، بحط نتفة محلب، خميرة، ملح. قدي خميرة قدي مدام؟ بحط بس بحط حليب بودرة. عيوني مدام يا بقى نفهم على بعضنا او ما مش عايز تستفيد. بلا قدي خميرة. وشغلة شغلي تاني بدي اسألك اياها كمان قبل ما انسى وتروح الكهرباء من عندك. بدي اسألك البطاطا، منجيب بطاطا امرار منقلية بتطلع سودة وملشلشة وشربانة زيت، شو في الى طريقة عمل معروف؟ وبدي اقلك انه بالنسبة للبحة اللي عندك فيك تغلي شوية زعتر، شي معلقة زعتر، تحط معها سكر نبات ومعلقة عسل وتشربه. تسلمي هو انقطع، ما نستفهم منه ما عم تزبط. يلا تكرم عيوني. لك شو هنشتغل هلا؟ هيدي المي هون تبع البصل منصفيه منضيفها فوق الرز. هاي الشكلية الطيبة. مش منكب مية وبصل وبعدين منقول شو أنا نعمل؟ نرجع منجيب مية الجيش، المرقة منطفي شوي، مش كلهم أنا بدي هون شوي لينضجوا بعد، ومننزل مي من مية الجيش لرز الشكلية. والباقي نرجع منخليه بالطنجرة على نار خفيفة ومنتركه لينضج الجيش. يلا هون خلاص قوي النار، هالغطا حطيتي ملح زيادة. الناس ما عملوا حيط وضغط على الوضع اللي فيه، بك تخفف شوي ما تخفف. أنا بحب الملح. يلا نغطي هودي لنحرك ونطبخ الشكرية. ننوس النار بهاي الملعقة هاي منيحة. يا عطول تحريك اللبن بكل طهي اللبن نعمل هيك، نرجع ودوق وحدة على الدائر زيكزاك. يا انا رح بلش بحبتين من نحط ماي دبولي شوي معلش، يمكن عم تسمعوا اوقات بصير في مثل هلا عم تفرقع مش جلسي مزبوط محلها، بس يغسلها طالع بينا. بلا مش حيلة شوي خلص جلسي هون بدي ذوب حليب البودرة بالماي. قد ايه بده وقت تقريبا؟ بس يغلو خلاص. اوكي
هالرز عم يستوي ما نلبس كفوف ونبلش لنشوف كيف نحضر كلش. هاي بيسموها عشينة الأرز. بس لنبلش للمدام يلي اتصلت ومش عم نقدر ناخد ونعطي مع بعضنا منشان نتفهم. كل الناس بتطبخ مدام وكل الناس تعمل حلو، بس ناس بس تعمل حلو أو طبخ بتفعل بناية والشارع بيشم الريحة، وفي ناس بيعملوا أكل بياكلوا بس ليشدوا جوعهم. أصبح والمقادير ذاتها بيستعملوها، أصبح الطرق هي الأساس. أول شيء بالنسبة للبطاطا، هاي البطاطا بعض الناس أو تجار البطاطا يلي منهم كبار بس يقلعوا البطاطا بتشرين منشان يربحوا شوي بالسعر بكانون وشباط، هي إلى حلين. هاي مش حلين، في مشكلتين. أول مشكلة هايدي بيشيلوا البطاطا ما بيكون إلى سعر، وبالأخص الساحلية العكرية بحطوها بالبرادات لتنحفظ. هالبطاطا اللي بتصير بالبرادات هايدي كيف ما قلتيها بتطلع منشل شيء دبلاني وبتحمر وبتعمل حبوب صغيرة. حركي هيك هيك بالعرض، ايه هيك. ثانيا كل شخص محل ما قاعد او حاطط البطاطا فوق ارتفاع 800 متر وبيجي جليد والسقعة بالشتاء، هالبطاطا اللي عنده اذا مش حاططها بشي ومغطيها مظبوط كمان بدها تعمل نفس الشيء. اصبح هيدي مشكلة البطاطا. مشان هيك ما تكتروا بطاطا بشهر تشرين الثاني وكانون الاول او كانون الثاني. غلط. يلا منجيب صينية منحط فيها مي، الشاكلية حساسة منعلي نحط النار على الغاز. اعطيني اياها الملقة نحطها معها منهوس النار شدت شوي الشاكلية yes. منحط لها شوية ماي وحركيها من المعروف. بس ليه عملناها بهالطريقة؟ برافو. هاي الطريقة منشان ما يشعط اللبن من تحت. يلا وهو البصل خلص فيك تحطيهم فوق. هو البصل برافو. يلا منشان قبل ما تنقطع الكهرباء عندهم تعودنا بهالشهر الفضيل او على طول هلا منشان انقطعت الكهرباء نعطيكم المقادير على مرتين. نشوف المقادير.
زيت. حطي هاي لي وحده منها وزيت كلها سوا. ايه الكليج بياخذ زيت، مشان هيك السنه اذا بتلاحظوا ما في ناس كثير عم تبيع كليج، ما بتوفي معش ولا تبيع. برافو. هلا منبلش هيك. وهودي بس تقلي الكليش بتحطيها. عجقت وهيدي بنحطها هون. حطي على المايلة هاي، شيلي هاي جنب المعروف. هون الدجاج عم يستوي بعد لأنه بياخد وقت. وهون خلص يحنط في النار ونزيحها. ما عادش بدها المي سخنة، بتضل تقريبا ساعة سخنة هلا. شاف بحاجة لصينية أكبر؟ طيب أكبر أكبر. هاي صارت هون، لا منيحة هاي، وبتقلي وبعدين بتحطي بجاط. يا هلا شغلنا. بدنا جاط كبير أو صدر، بتعرفوا صدورة؟ كل أميات عندها صدورة. منحط بالأول شوية حليب. منجيب عجينة رقاقات، عفوا عجينة الكليش، هيدي من الرز معمولة على الحل. نعمل هيك وشوي شوي منحط حليب، ما منحط كتير بتطرى. بهالشكل. سوري. منجيب ملعقة، منشيل من القشطة ومنحط. برجع نعملها هيك هيك. ومنشيلها نعملها هيك. هلا بنعمل وحدة تانية بعد ما خلصنا. بعدنا بأول وحدة. عم يحمى الزيت. يا شوي شوي نرجع. هي زيتها بعكسها، يعني ميلة تحت صارت فوق. لكويني برجع بحطها هيك بالعكس لتسمك. نرجع كمان هيك. وهذا أطيب كلش من إيد كلوريا. ور يطلع دغري الشيف أنطوان على النار. منبلش نحضر واحدة جديدة. بديش حط عليها مشان بدي حطها دغري على النار. حماية في جرب؟ بتجربي ليش لا؟ يلا اعملي وحدة. حط شوي بالنص. شفتوا شو شاطرة كلوريا؟ تحب تتعلم. بعد شوي. هلا لازم تكون القشطة باردة، أنا صريح. هون عم نحطها شوي سخنة. نيميهم شوي. مشان ما يتعبوا اللي واقفين. يتعبوا اللي واقفين، حرام أكيد. بطويها بهالطريقة؟ ايه بقى. لا على الاخر على الاخر. وهيك ورد شوي. ايه كمان نفس الطريقة ورد شوي. يلا كمان هون نفس الطريقة ورد شوي. رح نتوقف مع محطة اعلانية ونتابع حلقتنا انا وكلوريا عبر شاشة التلفزيون لبنان. حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان، أنا وكلوريا عم نساوي الكلاج هلا. وقبل يلي انضموا لنا كنا حضرنا الشاكرية، وهلا بنسكبها للشاكرية بعد ما نضيف لها الدجاج. نشرح القربان.
بنرجع بنفوت بعملية المنقوشة. صارت منيحة حتى يا منيحة. افر ايدي من تحت. ايه 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 شدي. ايه معلش معلش مزقت. بتصير بتصير احلى عيال بتصير ما تعطل يعني. نرجع الأربان. نص كيلو طحين من الطحين يلي بتساوى أصولا للباجيت، يعني من الساوى من القمح القاسي. منضيف عليهم محلب نص ملعقة صغيرة سكر، تلت كباية زيت نباتي. جيبي جات بلشي صفين على الجات. زيت نباتي، فنجان قهوة، خميرة البيرة، ملعقة ونص صغار بيكن باودر، ثلاث ارباع ملعقة صغيرة. شاف هذا منيح لألون؟ منيح. أول ما جيبي واحد مطول أحلى. مسكي حبتين مدقوقين. نرجع. إربان البشارة أو إربان الخنشارة ما بده حليب. اليوم بالسوق فيه شوي حليب، هون مش عم نحط حليب. هاو خلص مطفي عنهم طافيه الاولى. لا 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 بتهري انتي انا شي لا روح. اذا بدك هون هون شاف. ايه هلا رح ديلو مسكي بدري هاو بسمم عزيت. تاني الملقة بدك ملقة ثانية؟ لا بدي اعمل طريقة لاستعمالها مش رح كبها، ممنوع الكب. شيل يا زيحي هاي لهونيك. عطيني ملعقة. هلا تبرد شوي.
وهيدي إلا مش عن كبه نحطها هون على فرد وحده. هلا منصفيه لسه يا نرجع كمان نكمل. بلشي لبسي فوف حطي الطلعين بجد طويل هون. اوكي هاي الثاني كمان حطيها. بلشي زينيون شوي صغير فستق حلبي شوي بزهر الليمون من المعروف للحق. يلا شي بسيط اثنين زهر الليمون حطي. نرجع بالقربان بنخلطهم. اذا عنا دقة كعك بنحط دقة كعك معهم ملعقة صغيرة. شايفين هاي تصلحت ما في شي بينكب كله بيتصلح وكل شي بيصير. نرجع قلنا حليب بودرة ما منحط بس القربان يلي عم يستعملوه بالأفران أو بالمقاتم على الأربعين عم بيحطوا فيه حليب بس قربان البشارة ما في حليب. نرجع نعجنها نخليها ترتاح ساعة نرجع خليها شوي نعجنها بالماء الفاترة نتركها ترتاح ساعة برجع بمدها على الطاولة وبقطعها بالحجم اللي بدي اياه بزخرفها بالطريقة اللي بدي اياها كمان او بالشوكة برجع بحطها على صينية مدهونة زيت وبدها تخمير 3-4 ساعات. ما تخمنوا هيك بتطلع بدها تخمير ما بتطلع القربان بلا تخمير. يكون عنده الخمارة بالخمارة 20 دقيقة بدها. نرجع يلا شيلي وبتصور صاروا مليح. تاني كمان حطيها على النار. هو الكلاش بده نار حامية بس يكون نار حامية ما بيلزق. اذا كان النار خفيفة بتلزق مشان هيك بدكم تنتبهوا. نرجع منخمنهم 3-4 ساعات ندهنهم على الوجه ونحط ملعقتين طحين مع 5 ماي نحركهم مع بعضهم. الصفوي بس يروق الطحين شوي بدهن الوجه ومنفوتهم على الفرن. بالفرن بدهن نص ساعة بنشيلهم من الفرن. ليبي ليبي بنشيلهم من الفرن بيكون عندي موارد جاهز نوعية جيدة لتطلع معي جيد. هي وسخنة بدهنها بالموارد وبيطلع عندكم أطيب قربان. تكرم عينكم وأهلا وسهلا فيكم. وسعي لي شوي عندك نعملها فلومباج. يلا برافو كملي هوليك زيني.
رح نعمل آخر وحدة. حليب، نبرم الورقة على الحليب البارد. وشفتوا الوحدة اللي فرطت معنا شو استعملنا؟ دغري جانا شلناها ولفيناها بورقة وحدة مش مثل العيد اثنين وزبطناها. ممنوع نكب شي. هل لازم تنشر؟ يلا شيل يد تاني. يلا يا حشوف المقادير مثل العادي على اخر الحلقه ونكون خلصنا انا وكلوريا. هذا الأرز نبت نحركه. مرسي يا كلوريا على هالكلياج غير شكل، فعلا حلوين. يلا يلا حاعطيكي جهد تسكبيلي الرز. سكبي الرز هون لو كان مدور ما بيأثر. هدي برافو، هاي سكبة بيت، ست البيت هيك بتسكب لعائلتها. تفضلوا بتقول لهم ألف صحتين. صحتين. هلا بعد رح نساوي ما بيأثر، منجيب هي الجار لتسكبي فيه. وهي الخشبة، خلينا نحط الدجاج قبل. نشيل قطع الدجاج ما
منضيفهم. نرجع نحركهم مع بعضهم. وتسكب مادموزيل كلوريا، لا لا نعطيك ملعقة روقي شوي، يلا بهاي سخن سخن حرقت. ايه هدي بالفوطة وهالقطر من قد محد الكلاش. برافو. تنزيل ست البيت هاي، تنزيل الأم الحنونة، يا وديهم ست كلوريا، مادموزيل كلوريا، نحن بنشكرك على هالأصناف الطيبة، تسلمي، وبنقول له رمضان كريم. كان عنا اليوم شاكرية على الطريقة السورية بالدجاج، شاكرية بالدجاج، وإنا في شاكرية باللحم، وكان عنا كلاج رمضان، هالكلاج اللي سويناه بهالشهر الفضيل، إن على طول إلا ما واحد يعمل كلاج رمضان، كل واحد بحط بصحنه وبحط القطر قد ما بده وبياكل، هيك بيكون كل شيء منسق. ميرسي كلوريا، حلقتنا لليوم انتهت. على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام. نقول لكم باي باي، ونشوفكم بخير. رمضان كريم.